السلام عليكم. السلام عليكم. اسمحوا لي على هذا الفيزاج هذا اللي تيخلع، ولكن اش غادي نقول لكم، راه هادشي اللي في المغرب يخلينا نولو بحال هكا. المهم انا غادي ندخل في صلب الموضوع. انا بحالي بحال الناس، دفعت لونسير ديبلوم ديال لا دي يو تي، دفعت ليهم بعد واحد المده ما عيطوش، عيطوا الناس بحالي بحالهم، يعني لو ميم باركور اللي كنا دايرينو، نفس الباك، نفس ديبلوم، نفس المدرسه اللي قريت فيها، نفس، عيطوا لهم، انا ما عيطوش ليا. ملي مشيت عيطت لهذوك الناس، الشركه اللي مكلفه ب سميتو بالغوكريتمون، شنو قالوا لي، شنو هو السبب اللي ما عيطوش ليا؟ يعني تخيلوا معايا السبب، وهو علاش في السي في ديالي كاتب بانني كنكمل في ليسونس، مع العلم ان الكونديسيون اللي هما طالبين وهو انه يكون عندك دي او تي، وانا عندي. شنو هو المشكل؟ وهو في السي في ديالي داير بانني تنكمل لا ليسونس. قال لك لا سيدي، انت كتكمل لا ليسونس، ما خصكش تخدم بحال هكا، بحال نقول لك انت ما خصكش تخدم. وشنو؟ لا نبقى مريح انا في الدار؟ واش انا نجلس في الدار ونبقى نتسنى في سيدنا لونسيف حتى يعيط؟ ولا ما عيطوش، ولا درتو لي شي تخوفيشه واحده اخرى، قلتوا لي لا الدبلوم ديالك راه ماشي هو اللي حنا اللي باغين، نبقى مريح ما نقراش. شوف دابا السبب علاش ما قبلونيش. ملي اتصلت بالسيده شنو قالت لي؟ قالت لي انت داير في سي في راك مازال كتقرا، والديبلوم راه خديتو في 2012، ومن 2012 ل 2013 لدابا خصني ندير شي حاجه. شنو درت؟ درت ليسونس في سي في ديالي ذكر بانني داير ليسونس. هذاك الجمله اللي كتبتها انا في السي في ديال انني داير ليسونس هي اللي ما خلاتنيش تقبلت. دخلنا عليكم بالله الاخوان، واش هذا سبب معقول؟ دخلنا عليكم بالله الاخوان، واش هذا سبب معقول يخليني انني ما نتقبلش، ما نكونش بارمي لي كونديدا اللي غادي يدوزو انني تنقرا تنكمل القرايه. المهم انا درت هاد لو ماسك هذا باش ما نبينش وجهي، وباش نبين لكم الوجه اللي انا فيه ملي شفت بانني ما تقبلتش مع هذوك الناس، مع العلم ان بزاف ديال الناس معايا قراو معايا، عندهم نفس لو باك، نفس المونسيون، نفس الدبلوم، نفس لو باركور، قريت انا وياهم في نفس البلاصه، عيطوا ليهم وانا ما عيطوش ليا، مع ناس اخرين اللي هما بحالي ما عيطوش لينا. المهم هذوك المشاكل ديال هذوك الناس الاخرين وحدهم، ما نعرفش انا واش ما دفعوش مزيان او لا، ما نعرف. المهم انا دفعت، يعني الدوسي ديالي كان كامل، لو سي في ديالي كان واضح، ديبلوم ديالي هو هذاك، لو باك ديالي هو هذاك. السبب الوحيد اللي خلاني انني ما نتقبلش وهو انني داير جمله في السي في راني كنقرا في الليسونس. واش هذا الاخوان سبب معقول؟ المهم انا ما باغيش الشهره ولا تنقلب على شي حاجه، انا عندي ان بروبليم، بينا نشوفوا كيفاش نلقاو ليه حل. انا عارف الناس غادي يبداو يهضروا، غادي يقولوا امول ماسك هذا بحال هذيك هاندسم، راك عارف الفيديوهات اللي بانوا خيتي هاندسم، وحده تاع مصلحه اجتماعيه، انا ما داير فيها مصلحه اجتماعيه ما والو، انا عندي مشكل بغيت نحلو. كنتمنى من كاع الناس اللي عندهم مشكل مع لونسيف يديروا فيديوهات بحال هادو ويشرحوا لنا علاش ما تقبلوش، يعني ابخي يعيطوا لهذوك الناس ويوروهم، يقولوا لهم علاش نتوما ما تقبلتوش، يديروا فيديو ويورونا، واي واحد عنده شي مشكل حاول يعبر عليه بفيديو. وشكرا لكم بزاف. حنا غادي نحاولوا نجمعوا واحد العدد كبير ديال الناس، الناس اللي ما تقبلوش، اللي هما عندهم يعني لي كونديسيون فافورابل وما تقبلوش، غادي يدخلوا لهاد لاباج. هاد لاباج راه ديالي انا اللي فتحتها، مازال يلاه فتحتها غير اليوم، ولونسيت هاد الفيديو هذا باش نقول لكم بانه هاد الشيء هذا راه بحال هاد الناس يضحكوا علينا. باش واحد تقول لي انت راه ما تقبلتيش حينتي السي في ديالك كاتب فيه راك كتقرا ليسونس، راك كتكمل لا ليسونس، هذا راه ماشي سبب معقول. هذا كيتسمى بحال كتقول لي انت حمار بهاد الطريقه هذه، بحال هاد السيده قالت لي انت حمار. المهم انا عارف الناس غادي كومونطيو على الفيديو، غادي بارطاجيو وغادي يلوحو ويقولوا هامول الماسك جا هامول. انا شوف انا راه ما مصلح اجتماعي، ما باغي نتشهر، ما باغي شهره، عندي مشكل واحد هو الخدمه، باغي نخدم. واللي يضحك على هذا الفيديو يضحك عليه، انا عارفكم شحال واحد غادي يضحك، شحال واحد غادي يلوحو دي كومونطير، شحال واحد يقولوا واش هذاك وجهك ولا كفاك. انا عندي الجرأة انني خلاتني نهضر ونتكلم وفتحت باج
جوست غير الحقوق ديولي، بغيت الحقوق ديولي. اشنو هما الحقوق ديولي؟ وهو انا عندي الحق انني ندوز كونكور مع هذوك الناس. ما غاتجيش وحده تقول لي انا لا اسيدي انت باقي كتقرا، ايوا من بعد راه باقي كنقراو من بعد. الحاجه اللي كتقلبوا عليها نتوما هما هو الدبلوم. الدبلوم راه حنا خديناه، لا باقرا واخدينه بمونسيون بيان. وشنو بغيتو مثلا؟ يا اما هاد الشركه هذه اللي تتقاد هاد المسائل هذا ما قدرتش تقلب السيفيات كاملين، ومن عيط لها انا عطاتني واحد العذر اللي هو ماشي عذر، تتسمى ذريعه ماشي عذر. علاش انت سيدي هذا؟ وبقيت كنهضر معاها وقلت لها شوفي انا ما غاديش نسكت. قالت لي انا غنشوف نلقى لك حل. انا بغيتكم كاملين تهضروا تتصلوا بهاد الناس، غادي تدخلوا للسيت ديال الريكروتمون اللي كنتو دفعتوا فيه في الاول، غتلقاو كونتاكتينو، دخل دير كونديدا وصيفط لهم ايميل وقول لهم بانه راه انا عندي نفس المشكل ديال 300 واحد او 400 واحد اللي دفعوا عندهم دي ديبلوم ما عيطوش ليهم. شي ناس كيقول لك لا سميتو الدوسي ما كاملش، ما صيفطناش الدوسي مقاد، ما كاينش هادشي. انا الدوسي ديالي صيفطته مقاد 100% ومتيقن من هادشي. المهم السلام عليكم الخوت، حاولوا انكم تلونسيو فيديوهات ديالكم بحال هكا، ما توريش الفيزاج ديالك باسكو راكم عارفين غادي يبقاو الناس المهم ليدونتيتي ديالك ما تبانش. راه كاين شي ناس كيعرفوني انا يعني من الفيسبوك ديالي، ولكن لي فوتو ديالي ما تنحطهمش، حوايج اخرين ما تنحطهمش، باش من بعد من هذيك القضيه ديال هاد السيد باغي يتشهر، او هاد السيد باغي يبان، او هاد السيد باغي يدير مصلح اجتماعي، او هاد السيد باغي يدير شي حاجه. ولكم واسع النظر، بغيتو تزيدوني مع لالكم مصلحه اجتماعيه ماشي مشكل، بغيتو تزيدوني مع هذيك السيده ساره او ابتسام هانتسم ماشي مشكل. انا المشكل ديالي عندي هو انني نلقى حل مع هاد لونسيف اون فيت. راه ماشي لونسيف اللي عنده المشكل، راه الشركه اللي كدير الغوكريتمون هي اللي عندها المشكل. حاولوا تهضروا على الحقوق ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.